او ماي جاد، هذا وجهي لما انا اتشد بقول ان في وزير خطبني، واخر شيء يوقعوني على تعهد انه انا كذابه. او ماي جاد، عيب. لا دقيقه، تعرفون ايش العيب في الموضوع؟ العيب انه الرجال اللي طلع يتكلم هذا رجال بشكل كامل. أكبر كذابة منها ماكو. مرة أنا عراقية، مرة أنا تونسية، مرة أنا مغربية، مرة أنا مراتية، مرة أنا. ولكن أنت شنو كذابة؟ وبعدين عيب تقول إن أنا كذابة. أنت إيش دراكم إنه شنو صح؟ أنت روحتوا ورحتوا قعدتوا معاي، رحتوا شفتوا شنو صار معاي. يا أخي عيب، عيب اللي تقول يعني أنت كذابة. هي هي اللي طلع معها رأيلها، ورأيلك أنتي خذاك بيومين وهدج يا منك برخ ويلا سكت انت سكت. يلا يلا يلا. اي احد يبي يطلع رجل يطاح شاف نفسه انه والله ما حد صوبه، هتكلم عن امنة الكندري. ماكو شغل معنى. انا والله الشخصية هذه كنت احبها وكنت يعني احترمها، كانت تكسر خاطري وكنت دائما ادافع عنها، بس للأسف اليوم جد 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 طاحت بعيني. واي ما بنتي، واي ما احد يصور، لا تكفى لا بنتي، يعني ما انجلينا جولي وهي صغيره، لا تكفى لا احد يشوفها بنتي بنتي يعني وذا يعني اميره اليزابيث. والله الاميره النائمه اليزابيث بنتك، ترى من بنتك يعني ما بنتي واي بنتي واي بشوف يا بنتي برفع القضايا واي يعني بسم الله وذا يعني يعني انا كان يصور عيالي عادي ترى ما فيها شيء. انا ما لي صباح الخير صباح الخير. وطبعا كالعادة أم الوزير ردت. يا أخي والله العظيم لو شوفي بقول لك شيء، لما أنت قاعدة تقولين إنه أنا كذبت، أنا عراقية، أنا مغربية، أنا إماراتية، أنا ما أدري شنو، ترى للحين ما طلع أحد وتكذب جنسيتي، ولا أحد طلع وقال ما عندها الجنسية الفلانية، ما عندها الجنسية الفلانية. عرفتي كيف؟ الحلو في الموضوع لما أنا أتكذب ما حد أصدق كذبتي، فأنتي كيف؟ بس أنتي يا غبية، أنتي حمارة، كذبتي ويا بوج تلوج، طيب وقعتي تعهد. أنتي فاهمة علي الفرق حبيبي؟ الشغلة الثانية وغادي نقولها لك بالمغربية وأصير الصليقيطة، أعطيني بتيسة. شوفوا بقولكم شغلة، أنا طبعاً ما أحب أرد على التفاهات، ولكن والله العظيم إن بالذات هذا الشيء وايد استفزني، لأن أنا عندي صديقاتي، طيب صديقاتي بنات وزير، بنات وزراء، فقاعدين نتكلم على الموضوع. منو هالشبشب هذا اللي جالس يقول انه انا خطبني وزير؟ كمان 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 او ماي جاد. والمشكله تعرفين المشكله وين؟ المشكله ردها زي الطوط، عرفتي شلون؟ لما انت تردين يا الخريه ردي صوبي انا، لا تردين صوب بنتي الصغيرة، هذه مسكينة عمرها 8 شهور، لا هي تقدر ترد عليك، ولا تقدر تي تكف خمك اليابتك، ولا تقدر تسوي لك شاي. بنية يا مريم حسين فيك كذا وكذا 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 وكذا، اوكي سالفة الجناسي شكرا. صحيح انا واعترف انه انا مجموعة انسان، وان فلما ما لقيتي شيء على مريم حسين تقولينه لفيتي رحتي عند من؟
هند اللي كان معاي الله يستر عليه. فيا قلبي عشان تقولين انه هو لعب فيني يومين وطلقني، لا حبيبتي انا للحين ما تطلقت. طيب لو كان ريلتش راسم عليه مخيل عليه اقولك من الحين لا انا للحين ما طلقت، مو معناته ان انت للحين ويا ريلتش فهو يحبك، لا هو اللي انا قاعد يجر عليك، وهذا شفناه طبعا، احنا شفناه في الفيديو. طبعا انا رفع قضية طلاق اللي يسمونها الخلع، واحلى شيء واسهل شيء لما هو يكون جوا السجن على طول يوقع الورقة وتطلع لي الورقة الطلاق، لان صدق انه انا ابغى اطلق. سمعتي يا ام؟ تعالي تعالي. واللي كانت كم مره يقول لك لو تبين تتكلمين تعالي تكلمي وياي انا، انتوا ايش فيكم قمتوا تخافون مني؟ اويلي بغيتوا تهضروا علي جو هضروا علي انا، ايش تمشوا عند البسكوكي؟ انا ما عندي مشكله، انا لما تكلمت عنك يبطاري عيالك ما يبطاري عيالك صح؟ انا شنو جبت؟ يبطاري طري المخنثه اللي وياك، وانتي ما يبطاري عيالك، لان هذيل ملائكه ما يصوبهم. فيا حبيبتي لما تبين تواجهين مره ومره اوكي، بس لن يصوب الملائكه. هذه مسكينه عمرها 8 شهور، لا هي تقدر تضرب دي امك اللي جابتك. شوفي بقول لك شيء، لو كانت امها مو زينه البنت ما لها دخل، البنت ملائكه. انت تتحسبين انه انا راح اعدي لك النقطه هذه قاعده تتريقين على بنتي؟ اقسم بالله ان ظفر بنتي اشرف منك واشرف من الخنيث اللي وياك، ما راح اقول اشرف من عيالك لا، لان ارجع واقول ان عيالك على الراس والعين، وراح احكمي عقلك شوي اوكي. شيلي مال ريلك من مخك طيب، وحطي مخ وفكري يا قلبي. حبيبي قلبي المرة الجاية تبغين تكذبين تعالي دقي علي بعطيك رقمي اوكي، كلميني انا، انا اعلمك اصول الكذب، لان حبيبي ما يصير تكذبين على الطبقة هذه، مو فاضيين لك ولا الامثالك. فيا حبيبتي يا قلبي تعالي انا وياك نكذب كذبة، ما علي، بعلمك اصول الكذب، لانه انا اعتزلت الكذب من زمان. بس على فكرة نسيت، ترى أنا I'm from London, Bangkok, Paris, New York, London, New York, Bangkok, Paris.